ماذا يقول الأهلي عن مقولة الأهلي بمن حضر؟ ده تعليقا على غياب وليد أزارو يا أستاذ إبراهيم. نشوف رأي الجمهور. يعني وبعدين الغلط غلط حكم، احنا ايه ذنب أزارو؟ يعني هو ده لاعب ما فيه غيره بجابها بالايد مثلا. طب انت ما بتكلمش على الزمالك ليه ولا على غيره في الماتش بتاعنا برضه؟ واحنا دايما مظلومين كده الاهلي، او يقول لك بيفوز بسبب الحكام. مش شايف يعني ان هو عمل حاجه عشان يتوقف عليها، وليه يعني وليه أزارو يتغرم 20,000 دولار او النادي ليه 20,000 دولار؟ غياب وليد أزارو مؤثر، بس المفروض الاهلي نادي كبير ما بيوقفش على لعيب يعني، بس هو هيأثر وليد أزارو. بس انت عندك ممكن تلعب في الحته دي صلاح محسن، ممكن تلعب مروان محسن، عندك لعيبه تقوم بالدور ده. في ظل وجود صلاح محسن ومروان محسن مش هيكون مؤثر طبعا. احنا خسرناه برده في النهائي، وليد أزارو يعني من المهاجمين الكويسين اللي هو ايه بيقاتل على الكوره بيجيب الكوره، فبرده احنا خسرناه. بس يعني احنا ان شاء الله متفائلين، ان شاء الله لعيبه الاهلي لعيبه رجاله، وان شاء الله هيقدروا يعدوا الماتش دوت، وان شاء الله ناخد البطوله ويفرحوا الجمهور ان شاء الله. طبعا سرعه وقوي جدا واقوى مهاجم في افريقيا دلوقتي، يعني دلوقتي وليد أزارو ما تقدرش تعوضه باي مهاجم، ودليل اللي هو راح منتخب المغرب. اكيد هيأثر جامد، بس ان شاء الله كل ثقه في اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله، وهنكسب باذن الله. هنكسب دايما، احنا اصلا راديوس ده التتش بتاعنا، ان شاء الله هنكسب باذن الله، ان شاء الله هنرجع بالكاس. الاهلي ما حدش بيأثر معه، الاهلي ما حدش بيأثر، الاهلي بمن حضر. والله هو يبقى ليه تاثير، بس احنا البركه في رجالتنا، يعني الواحد واثق في مروان محسن في صلاح محسن، واللي موجود يسد. يعني الاهلي بمن حضر يعني زي ما احنا عارفين طول عمرنا. يعني الاهلي طبعا طول عمره الحمد لله ما بيوقفش على حد، الحمد لله في صلاح محسن، في مروان محسن، في اللعيبه كلها، ان شاء الله باذن الله خير يا رب.